عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، حيث أكد ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات ويتم الإعلان عنها. وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، ومرتبطا بالاستيراد للوكلاء الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذلك من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجها بعقد اجتماع مع مسؤولي قطاع السيارات ومماثليه لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع. واستعرض الاجتماع أهم الخطوات لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، خاصة السيارات الكهربائية. كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المجهزة لذوي الهمم.